في عامل مشترك ما بينك وما بين وديع الصافي الكبير الجميل. كان هو محبة كبيرة. لا ده انا هقول في 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 شيء مشترك، انه وديع الصافي رئاسة الجمهورية المصرية ادت له الجنسية المصرية. أيوة أيوة. وسليم سحاب برضو حصل على الجنسية المصرية من الرئاسة، تشرفت بها سنة 94. احكي لي الملابسات يا ماشي، يعني انت قدمت طلب رسمي ولا مين اللي توصل؟ كان وقتها الدكتور ناصر الأنصاري في في الأوبرا، فكان عندي شغل، رحت عنده بقول لي مايسترو انت مش نفسك تاخد الجنسية المصرية؟ قلت له يشرفني ذلك. قال لي طب اقعد اكتب الطلب. كان الياس معايا بالزيارة عند الدكتور ناصر. اخويا الياس اديب كبير ومؤرخ وكاتب سياسي كبير كمان، الى جانب انه اساس الشغل حبه الاساسي لتاريخ الموسيقى. فقعدنا انا وهو كتبنا الطلب قدمناه، وطبعا وتم التصديق عليه الحمد لله. اكبر شرف حصلت عليه، الى جانب وسام الارز الاستحقاق اللبناني اللي حصلت عليه. وانت تستحق، وانت تستحق. موجوده الصوره على فكره، بنعتبرك مصري. سليم سحاب من فرط ما الناس ارتبط. مصر سحاب يعني سحاب. ولا يهمك مش هتطلع خلاص خلاص، قولي زي ما انت عايزه. اصل هو قالك الخطأ الدارج ها اقوى بيتحول الى قاعده من الصح المهجور، بتحول الى قاعده. يعني انا هسال حضرتك سؤال والله بالمنطق وبالحساب. ما هي انت عارفه اللغه الايطاليه هي احدى لهجات اللغه اللاتينيه. اللاتينيه طبعا، والفرنساوي والروماني والانجليزي والالماني. فيرامنتي سينيور، فيرامنتي كله. شوف شوف كم واحد، احسب بس كده بالعدد، كم واحد قال لك سليم سحاب؟ لا لا بمصر، وكم مليون قال لك سليم سحاب؟ لا 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 انا يعني أنا الحسبه ما انا سحاب، انا سحاب. انا كنت هختم حضرتك يا مايسترو واقول انه احنا من كتر ما تعلقنا بيك تحديدا في كورال الاطفال، فالناس اختزلت سليم سحاب على انه المايسترو الشهير اللي اتخرج من تحت ايديه مطربين كتار واللي بيقود فرق فيها كبار النجوم في العالم العربي. إنما في جوانب كتيرة ما كناش نعرفها عنك، منها دراستك للفنون والثقافة، منها تبحرك في علوم الموسيقى الكلاسيكية منها والشرقية والفلسفة والفن التشكيلي. أنا العصاية بتاعتي دي خافية شخصيتي الحقيقية. أنا عالم موسيقى أساساً، مش قائد أوركسترا بس. الحقيقة إنه إحنا بداية حوارنا كانت لها علاقة بسليم سحاب اللي ولد في يافا، واللي الموسيقى والتراث الفلسطيني والشامي وأهزيج المقاومة وأهزيج المقاومة هي البدايات سمعوا. إنما أخدتنا معاك وأبحرنا في حاجات كتيرة جداً وممتعة للغاية. الله يخليك. بس خليني أسألك سؤال أخير بعيدا عن الموسيقى والفن والكلاسيكيات. أكتر حاجة بتحبها في مصر؟ مصر ذاتها. أيوة. إيه يعني أنت لما تيجي تسأل نفسك هو أنا ليه استوطنت المكان ده من قبل ما يبقى عندي أوراق؟ لأن أنا هقول لك بشبه مصر لإيه. بشبه العالم العربي لنسيج العنكبوت، والمركز بتاعه هي مصر. أي حاجة بتحصل في أي منطقة من هذا النسيج بحس في المركز، وأي حاجة بتحصل في المركز بحس في كل النسيج. ينهار النسيج مش يحس فيه، ينهار النسيج. ينهار النسيج. أنا جيت على مصر والله بجد بصراحة بقول لك لثانية واحدة ما حسيتش اني سبت بلدي. انا بقولك العربي اللي ما فيش بدمه حتى من مصر ما بيكونش عربي. يا حبيبي سليم سحاب المايسترو الكبير سليم سحاب، الله يخليك. محبتنا ليك غير مشروطة،
وغير محدودة. الله يخليك. وأنت تعرف ذلك جيدا، مش بس على مستوى المهتمين والمشتغلين في الموسيقى، إنما كمان العامة والناس لك رصيد كبير عندنا ومحبة وتقدير لقيمتك. ده أكتر حاجة بحببني بمصر، إنه هي عملت لي شهرتي في مصر وفي العالم العربي وفي العالم. شهرتي في العالم جتني بسبب وجودي في مصر. المايسترو كلامك بجد؟ لا ده الواقع يا مدام منى، ده الواقع. بشكر وجودك هنا المايسترو الكبير سليم سحاب، حضرنا لك حفلات كتير واتفرجنا عليك في تلفزيون كتير وشفنا كتير من تلامذتك وشفنا روحك المحبة لكل شيء له علاقة بالموسيقى وبهذا البلد. أختم بشكرك، مش عارفة أقول اسمك الصح ولا اسمك الغلط، قول اللي انت عايزاه. المايسترو سليم خلاص بقى سحاب. المايسترو الكبير سليم سحاب. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.